هنا تجلت القدرة المقدسة. ايه ده؟ انا فين؟ التي فرقت. انا اتحولت تمثال ولا ايه؟ واليابسة. ايه كل التماثيل دي؟ اوبا، ده المتحف المصري. بس انا بعمل ايه في المتحف المصري؟ اكسكيوز مي، فين تمثال مينا موحد القطرين؟ معرفش، انا وحيد موحد بالله والله. معرفش بقى مينا ده اصلا. هتلاقيه راح الحمام وجاي ولا حاجه. وات؟ انا مش فاهم منك حاجه. وانا مش فاهم حاجه برضو، انا بهبب ايه هنا؟ يا وحيد. اوبا، الله عليك يا جدي. ما تقوليش يا جدي. اي، كفايه ضرب بقى، كفايه اقلام بقى، وشي كبر من كتر الضرب. ما انت عشان لامط. وبعدين انت مستخبي ليه وسط التماثيل؟ انت من كتر ما مت قرروا يحنطوك ولا ايه يا جدي؟ قلتلك ما تقوليش يا جدي. عيني. طب قول لي، احنا بنعمل ايه هنا؟ طالعين رحله مع دار المسنين بتاعتك ولا بنعمل ايه؟ مش كل مره تنسى يا غبي. يلا، بعد ما الناس تمشي ويجي ميعاد الانصراف هيجي ميعادنا احنا ونبدا المهمه. الله عليك يا عم الناس يا حلو. مهمه اخيرا هعمل عمل بطولي. لعلمك بقى، انا اصلا احلى في الاعمال البطوليه. فعلا انت احلى في الاعمال البطوليه، بتليق عليك اكتر. احس كده بقى، انا مش هستنى الناس تمشي، انا هدخل الحمام وبعدين امشي الناس. تشيك تيست، تشيك تيست تيست. الله الله الله، 1 2 3. الله الله، صباح الفل يا جماعه، معاكم وحيد السجاطي المرشد السياحي. احب اعرفكم عروض النهارده من المتحف المصري. اول عرض معانا في محل تماثيل فتحناه بره المتحف، هنبيع لكم التمثال ومعاه تمثال هديه، والبوليس هيقبض عليكم في نفس اللحظه. What is he saying? I don't know anything. I can't understand. لا، انتوا هتفضلوا تسمعوا كتاب الانجليزي كله، محدش هيخرج. ما تخرجوا بقى، انجزوا، عايزين نبدا. What are you saying? انت عبيط يا عم انت ولا ايه؟ He is a crazy man. يلا اخرجوا يلا من وشي. يو كريزي مان. اشتم براحتك. شكرا يا محترم، مش هرد عليك عشان البنت اللي حموت وارتبط بيها اللي معاك. بس يا جماعه، طيب اكتشفنا معبد بره بتاع فراعنه، اللي هو بتاع اسنو رع والفراعنه السبعه يلا بقى اخرجوا يا جماعه قبل ما يفوتكم الكلام ده كله. يلا بينا نمشي من هنا. يلا. هي از كريزي مان. اخيرا يا رب شرطه السياحه تيجي تقبض عليكم كلكم بره. يا ساتر يا رب، اخيرا خرجتوا. لو سمحت سيلفو بلي. يا ساتر على السياح دول بقى. ايه ده؟ ليلى عامله ايه يا حبيبتي؟ طالعه في شخصيه ايه المره دي؟ باردون، ليلى مين يا فندم؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اسمي روزالين فاين. ايه الاسم الصعب ده؟ بس قشطه، هدلعك واقول لك يا ليلى. انت مين اصلا عشان تدلعني؟ انا اسف يا ستي، اتفضلي قولي كنت عايزه ايه. انا كنت عايزه انتحر. وعايزاني اعضك من شرايينك يعني ولا اعمل ايه؟ لا طبعا. نو، انا عرفت انك مرشد سياحي، فجيت لك عشان تحطني وتحنطني هنا في المتحف. وهنسميكي ايه بقى ان شاء الله؟ منتحره رع؟ اوه نو، اقتلني بقى بليز. بص يا فاين، انت ولا وايبس، انا مش فاضيلك ولا ناقصك. هي كلها كام ساعه اصلا، ومش هيبقى ليا وجود في العالم ده خالص. روحي اعملي اي حاجه مفيده، وانا لما ارجع للعالم بتاعنا اقسم بالله لروقك على القرار ده يا ليلى. ليلى تاني؟ انت عندك انفصام في الشخصيه ولا انت ايه؟ بس اسكت، ما تتكلمش، انا هروح اشوف حد تاني يقتلني. اغفوار. في 60 داهيه، ما ناقصك. انت فين يا جدي؟ ها بقى يا جدي، هنعمل ايه؟ ما تقوليش يا جدي. اي خلاص، هقول لك يا ستي بعد كده. ده انت حقنة. ما انت لو تصبر انا احكي لك على اللي هنعمله. انا مش قادر. ها، هنعمل ايه؟ هننظف التماثيل ولا في كنز هنا في المتحف هنكتشفه ولا هنعمل ايه؟ لا، احنا هنسرق تمثال. لا، انت فهمتني غلط. مش انا اللي اسرق حضارة بلادي، مش انا اللي اسرق المجد، مش انا اللي اسرق التاريخ، مش انا اللي اسرق حضارة 7000 سنة. براحتك، كان هيجيب لنا 9 مليون جنيه كل واحد. مش انا اللي اسرق تمثال واحد، انا لازم اسرق تمثالين عشان الفلوس تكتر ونتبسط. ليه موافق دلوقتي؟ دي حضاره 7000 سنه يا اخي. ده قديمه قوي يا راجل، ده الفراعنه نفسهم زمانهم نسيوا اصلا. يبقى تركز معايا، في تمثال هنا بتاع انوبيس. ده اللي احنا هنسرقه. لا، احنا هنسرق الكلب بتاعه. كلب؟ اسرق كلب؟ ما كنا نسرق صدناه ونخلص. اللي انت بتقوله ده يا عم. يا غبي افهم،
في راجل عاوز تمثال الكلب بتاع أنوبيس عشان عنده تمثال كلبة وعاوزهم يخلفوا تمثيل. ايه جو اطفال الانابيب ده؟ يعني انا لو حطيت تمثالين جنب بعض يخلفوا تمثال؟ يعني انت عايز تقنعني ان الحضارة جت من هنا؟ اه هتعمل كده ولا مش هتعمل؟ خلاص يا جدي نسرق تمثال، ما نسرقش ليه؟ ما تقوليش يا جدي. يا رب التمثيل تقع عليك يا رب. اه ايه وحيد لقيت تمثال كلب أنوبيس؟ بقولك ايه، انا لقيت تمثال نادي الجندي في 5 باب، ينفع؟ دور بسرعة يلا مفيش وقت. مهم قوي التمثال ده يعني يا جدي؟ طبعا فلوس كتير، ده غير بقى انه هيتعرض في متحف في بلاد برة وهيجيب فلوس كتير جدا. نعم يعني الناس تروح تدفع ملايين ويسافروا عشان يشوفوا التمثال واحنا نفرط فيه بالسهولة دي؟ اخلص محدش هيشوفه هنا. انت بتقل في نظري اكتر واكتر يا جدي والله. افتكر الفلوس يا وحيد. لا مش هيسيطر عليا بشره، لا انا هسمع اي حاجة تحفزني. الوطنية راجع جوايا اهو، يلا تعالي يا وطنية بسرعة تعالي. يا لهوي موبايل فصل والوطنية لسه ما جاتليش. انت بتكلم بنزينة، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا انا مش عايز اسمعك، هتسيطر عليا، انا مش عايز اسمعك. الفلوس يا وحيد. لا هنبقى جواسيس ونلبس بلطو ونربي شنبنا. لا فين الالكات ده؟ فين ايه؟ هنفضل طول النهار نقعد نقول لا؟ اسكت ويلا ندور على الكلب. يعني انت مش هتهدى؟ طيب صبرك عليا يا جدي. وحيد يا وحيد انت فين؟ انت روحت فين يا ابني؟ الدنيا مالها ضلمت كده ليه؟ انت ايها الحاج الصجاطي. اعوذ بالله انت مين؟ انا حارس هذا المتحف، انا روح التمثال أنوبيس. وانت ما الذي اتى بك الى هنا؟ لا انا كنت جاي اشوفكم لو عايزين اي طلبات، ميه، اكل، اي حاجه. طيب هات لي اي اكل عشان جعان، بقالي 7000 سنة ما كنتش جدي. نعم اقصد بانك كاذب يا كذاب يا جد يا كذاب. اتيت الى هنا لكي تسرق تمثال كلبي. والله كنت حاخده اطعامه يا استاذ أنوبيس. لا تقول لي يا أنوبيس. انا اسف متاسف. اذهب من هنا وإلا أطعمناك الأسود وقطعناك أشلاء وحرقناك. اذهب من هنا وإلا أسمعناك الخليل كوميدي حتى الموت. لا الخليل لا، والله حرمت، مش هعمل كده تاني، والله حمشي خلاص حمشي. سلام. أيها الجد لحظة واحدة، هل أجد معك رمبل؟ إيه بتقول إيه؟ ألعب في معبد أبو سمبل، أغلب عن وجهي بسرعة. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب. ايوه بقى اشربها جدي، تافه جدا بسم الله ما شاء الله عليك. ضحكنا عليه جامد جدا يا معلم، صدق انك تمثال فعلا. ايه ده؟ هو انت مين؟ انا تمثال أنوبيس الحقيقي، ضحكنا عليه جامد يعني. هو انتوا بتصحوا؟ اه يا راجل انت فاكرنا متحنطين وكده؟ لا ده مكياش، كل ده تمثيل. وكلكم كده؟ يوه كتير. عندك فيروز رع شغالة في كيدزينيا، وصورو رع شغالة في بنزينة، وميادة حتب في القرية الفرعونية. احنا منتشرين قوي. ربنا يفك دقيقتكم تعرفوا تعيشوا في وسطنا عادي بعد كده. احنا بدأنا في ده فعلا. احنا عندنا اهو فرعون راح عمل مكياج محمد لطفي واشتغل في فيلم كباريه وقتلوه بجد في اخر الفيلم. يا ساتر على الجشع. بس انت والله عيل زي العسل وجدع انك مرضتش ان تماثيل اجدادك تتباع بره. ربنا يخليك يا فتى الفرعنة الاول. خد يا عم الآلة الكاتبة بتاعتك اهو، يلا دوس عليها وامشي من هنا بقى عشان ما صدقنا العيال الصغيرة اللي بترسم على وشوشنا دي مشيت وعاوزين ننام شوية. ألف شكر يا جماعة،
جميلكو ده أنا مش هنساه، وهحاول أعمل لكم نقابة للتماثيل والله. يلا أشوف وشكم بخير. البطل في حالة من اليأس، صرخات، البطل يتألم، أصوات متداخلة، حالة من الهدوء تتبعها حالة من السخط.